الآن شاشة راسي شاشة يا فرحة العز ابتدي واكتب اكتب يا قصيدة الفرايد والجزال وافرفي يا رايت العز بكل قلب مشهدي للذي مرفوع راسه بعزمه والفعال شاش راسي شاش يا فرحة العز ابتدي واكتب اكتب يا قصيد الفرايد والجزال وافرف يا راية العز بكل قماش هدي للذي مرفوع راسه بعزمه والفعال يا سلام وعد ما يطلع بليل الدجان ورا الهلال وعد ما يطلع بليل الدجان ورا الهلال عسكري خريج للفخر والعز قديم اخذ نجوم الفخار في يمينه والشمال محمد بن عبد الله حزام عزي وسندي ضابط وخريج ودوره يهز الجبال يا قوة في الشعر باسم بن عبد الله رددي محمد الشهراني الكفو فخر الرجال يكسر كبار الشديدة يذود المعتدي ودائما بين الرجال جيل ممدوح السبل ماشي ممشى زمن كان قبله يرتدي كل وسامة الفخر في ثبوت واعتدال بوها عبد الله راح الطيب والكف الندي يا عسم تبطي عمره سنن الطوال جدا سوافين الفعال يا عساه محمد في عافية وعمره مديد وفاله التوفيق والمجد أيام وليال افتخر يا الشهراني وانت مدحك مقصدي ارتقيت المجد يا نسل شيخنا الرجال ختمة صلوا على اللي بنوره نهتدي النبي المختار ما لاح برق الخيال شاش راسي شاش يا فرحة العز ابتدي واكتب اكتب يا قصيد الفرايد والجزال وافرف يا راية العز بكل قماش هدي للذي مرفوع راسه بعزمه والفعال يا سلامي عالجواب ملمز ونبردي وعد ما يطلع بليل الدجان ورا الهلال وعد ما يطلع بليل الدجان ورا الهلال عسكري خريج للفخر والعسي قديم اخذ نجوم الفخار في محمد بن عبد الله حزام عزي وسندي ضابط وخريج ودوره يهز الجبال يا قوة في الشعر باسم بن عبد الله رددي يا محمد الشهراني الكفو فخر الرجال يكسر كبار الشديدة يذود المعتدي ودائما بين الرجال جيل ممدوح السبل ماشي ممشى تمن كان قبله يرتدي كل وسامة الفخر في ثبوت واعتدال بوها عبد الله راح الطيب والكف الندي يا عسل تبطي عمره سنن الطوال جده اللي دون ربعه بروحه يفتدي بعد ابوه حسامه فاخر لا في كل حال محمد الشيخ الجليل ما يجي من الردي هذا كل شيخ من رسوى فينا الفعال يا عساه محمد في عافية صدق.